فإذا ضاق العربي صاحب مذهب الأرجاء ينتصر لمذهب الأرجاء وأنه هو الحق، والآن هو عند اللجنة وسيبدو فيه إن شاء الله بيان وبيان ما فيه من الخلق والخلق والجهل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا كل كتب من شاكلته، وأن الله إن مؤسسة تشتغل، الله إن مؤسسة تشتغل لإفساد عقيدة السلف في هذه البلاد، مؤسسة سرية تشتغل، فالواجب وإن سموا فلان أو فلان أن يسمع مستعارة. نعم، الله وراء ناس يشتغلون بالخطر. نعم. لكن لن يصلوا الى مقصودهم بحول الله. نعم.